نحل مع بعض الامتحان رقم 15. بو سي دي بلاسير دي اون فيل ا اين اوتر للتنقل من مدينة لأخرى. طبعا واضح ان القطعة دي جاية من الوحدة الرابعة، ولكن هي كلماتها تكاد تكون سهلة بالنسبة لنا فهنحلها. لي فرونسي بريفير بروندر لو تران، الفرنسيين بيفضلوا ياخدوا القطار. C'est un moyen de transport en commun، يعني إنها وسيلة مواصلات عامة. qui transporte plus de 2 millions Français par jour، يعني بتنقل أكتر من 2 مليون فرنسي يوميا. Reste un cours moins dangereux que la voiture، يعني هي بتظل أقل خطورة من السيارة. il est plus confortable que l'autocar، وبتكون اللي هو القطار يعني بيكون أكثر راحة من الحافلة. on peut faire un voyage، ممكن نعمل رحلة دو باري à Marseille en 2 heures seulement، من باريس لمارسيليا في ساعتين. لو ترين اي توجو بروبر اي رابيد، يعني القطار دايما نظيف وسريع. بور ني با راتير فو رانديفو، لكي لا تفوتك مواعيدك، عشان ما تفوتكش مواعيدك، الفو بروندو لو ترين، يجب ان تاخذ القطار. باسكو الى ريف توجو غالير، لأنه بيوصل دايما في الميعاد. بور سي ديبلاسير دي ان بي اي دو ان بي اي ان اوتر ان اوروبا، يعني للتنقل من مدينه لاخرى في اوروبا. اون بو بروندو لو تي جي في، نستطيع ان ناخذ القطار السريع كي ريلي لو بي اوروبيان، اللي بيربط البلاد الاوروبيه. الي موان شير كي لافيون، انه يكون أرخص من الطائرة. أن بيرينون لو تي جي في، أما ناخد القطار السريع. أون بو سوجوير دي بو بيازاج، نستطيع أن نستمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة. أون بو بايير سيلمون 65 يورو، نستطيع أن ندفع 65 يورو بورا لير دو باري أ روم، للذهاب من باريس إلى روما. سي سوبر ده رائع. لو تي جي في اكزاكت ان فرانس دوبوي 1980، يعني القطار السريع موجود في فرنسا من عام 1981. سي لو ترين لو بلو رابيد دون لو موند، انه القطار الاسرع في العالم. ناخد اول اختياري رقم واحد، لو ترين اي تان مويو دو ترانسبور ان كومان، طبعا القطار وسيله مواصلات عامه. بار لو تي جي في بالقطار السريع. اون بو الير دو باري ا روم ا 65 يورو، ب 65 يورو اللي هي رقم بي. لو تي جي في القطار السريع، اي طبعا هنقوله موان شير كو لافيون، ارخص من الطائره. الرابعه لو ترين اريف توجو، القطار دايما بيوصل في الميعاد بتاعه. يبقى قلنا اخترنا رقم واحد اللي هو القطار هيوصل في ميعاد، وفي الصفحة اللي بعدها رقم خمسة لا فواتير او، السيارة بتكون طبعا موا كومفورتابل، اول واحدة اقل راحة من القطار اللي هي اول واحدة. رقم ستة باغ لو ترين، بواسطة القطار. اون بو الير دو باري ا مارسي ان دوزير، طبعا ساعتين اللي هي رقم بي. في رقم ستة، في رقم ستة بنقول en France، في فرنسا en France le TGV en service، يعني القطار بدأ الخدمة بتاعته avant، قبل، ولا après، بعد، ولا on. طبعا احنا ناخد après 1980، بعد عام 1980، لانه هو بدأ الخدمة بتاعته عام 1981، فأنا هناخد رقم P اللي هي بعد.
تعالوا نبص للقطعة التانية بقى اللي هي بتاعت صح وغلط، وركز فيها كويس قوي لان احنا عارفين ان دول 6 نقط. Aujourd'hui, اليوم nous avons des invités, لدينا مدعوين chez nous, عندنا في منزلنا يعني. Mon père invite ses collègues, يعني والدي دعا زمايله للغداء, au déjeuner. Ma mère s'occupe de la maison, والدتي مهتمة بالمنزل مشغولة. Et elle a beaucoup de tâches ménagères, وعندها مهام منزلية كتير. Elle m'a demandé de faire les courses à sa place. يعني هي طلبت مني ان انا اتسوق مكانها. Elle m'a donné, هي اعطتني 200 يورو 200 يورو pour les achats, للمشتريات. J'ai loué un taxi Uber, وانا استأجرت تاكسي Uber pour aller en ville, ذهاب إلى المدينة. Je demande au chauffeur de m'y attendre une heure. يعني طلبت من السائق أن ينتظرني ساعة. Dans le supermarché, supermarket, j'achète des légumes. أنا اشتريت خضروات, des boissons, des fruits. وسمك وبوسون وفروي وسمك وفاكهة. Je suis allé au rayon de produits laitiers. يعني ذهبت إلى قسم منتجات الألبان بور أشيتور دي جرويير لشراء جبنة سويسري أو جبنة رومي. دي فرماج بلان وجبنة بيضة. إي أن كيلو دو بان وكيلو زبدة. جو باي أنا دفعت 120 يورو أ لا كيس. دفعت 120 يورو في الخزنة. Avant de rentrer à la maison, قبل العودة إلى المنزل, je suis passé sur le pâtissier. عديت على الحلواني pour acheter une douzaine de gâteaux, لشراء دستة جاتو, et de chocolat, وشوكولاتة. Ça coûte, تكلف 30 يورو, 30 يورو. J'ai donné un chauffeur, أنا عديت للسائق 30 يورو, 30 يورو, parce que une heure d'attente fait 15 يورو. لأن ساعة الانتظار بتعمل 15 يورو. في رقم 8 صح وغلط بقى, لو بير انفيت سي كوليجو دينا, يعني الوالد دعا زمايله للعشاء, غلط هو للغدا طبعا. لا مير فا بريباري دو بواسون اوز انفيتي, يعني الأم جهزت سمك للمدعوين, صحيح لأنها اشترت سمك في الطلبات بتاعتها. دانيال ألوي أن تاكسي بار بور دوزير. دانيال أجر تاكسي لمدة ساعتين. الجملة طبعا صحيحة, هو ساعة انتظار وساعة المشاوير بتاعته. الجملة اللي بعدها, كومبيان في رقم 11, هنتكلم هنا كوم ديسير كحلويات. ليز انفوتي ليز انفيتي, المدعوين, فون مونجير دي جلاس, هيتناولوا ايس كريم, غلط طبعا. في رقم 12, او سوبر مارشي, في سوبر ماركت, لي زاشون كوت 120 يورو, المشتريات في السوبر ماركت كلفت 120 يورو, صحيحه الجمله دي. في رقم 13, دانيال ايدي سامير رانجي لا ميزون, دانيال ساعد والدته في ترتيب المنزل, غلط وما دخلش معاها في الطش مناجي, تبقى الجملة هنا خاطئة. بعد كده المواقف, شواز السي اختار بقى الموقف لابون ريبونز, الإجابة الصحيحة أول واحدة رقم 14. فو دي موندي أفوترا مي أو الفيلي كور سيلدي, انت بتسأل صديقك أين يمارس التسوق, أين يتسوق, هو حيقول طبعا في سوبر ماركت أول واحدة أو سوبر مارشي. في رقم 15, فودي موندي افوتر ما افوتر مي, انت تسال صديقك سيكل في على باتينوار, ماذا يفعل في ساحه التزلج. ال دي هو بيقول هاخد رقم بي, جو براتيك لو باتان اجلاس, انا امارس التزلج. في رقم 16, فوزيت او ماجازان دو فيتمون, انت في محل الملابس. لو فوندير فودي, البائع بيقول لك طبعا اول واحدة كالي فوتر تاي, ما مقاس طول بتاعك.
التانية طبعا شوسير يعني حذاء مش هتمشي، ولا كم كيلو تريد لأن أنت في محل ملابس. في رقم 17 فوترا ما صديقك فو ديموند بيسألك لي زيكيبمون دو تينيسا، معدات التنس، ايه الحاجات اللي عايزينها في التنس. فطبعا هاخد كلمة راكت موجودة عندنا رقم بي، اون ا بيزوان دو ان راكيت، يعني احنا بنحتاج لراكت. في رقم 18 فو ديموندي ا فوتر مي، انت بتسال صديقك سو كول بو ابري لو ديجينير، ماذا يشرب بعد الغداء. هو انت بتقول، لان انت اللي بتسال، فهتقول له اخر واحده كال بواسون، كال بواسون بريفير تي ابري لو ديجينير، يعني اي مشروب تفضل بعد الغداء. رقم 19 فوز انفورمي، انت بتستعلم sur le horaire، عن ميعاد دي ماتش المباراة. فوديت انت بتقول à quelle heure commence le match، في اي ساعة تبدأ المباراة، اللي هي رقم سي. في رقم 20 votre mère، والدتك، vous conseille، بتنصحك avant de traverser la rue، قبل ان تعبر الشارع. الدي هي بتقول، هتقول لك طبعا رقم سي مارش سور لو باساج بيتون، يعني مشي في ممر المشاة. في رقم 21 فوز انفوتي فوز انفيتي، انت بتدعو فوتر امي صديقك ابروندر لو ديجينير، لتناول الغداء شيفو عندك. فو ديت انت بتقول، طبعا دعوة يبقى ده اقتراح، يبقى هاخد الاخير ساتي دو ديجينير شي موا، يعني ما رأيك في الغداء معي أو عندي. يعني في رقم 22 vous avez mal au pied، أنت عندك ألم في رجليك. فوديت أنت بتقول، طبعا أول واحدة je ne peux pas marcher، أو je ne peux pas bien marcher، مش قادر أمشي كويس. في رقم 23 vous demandez à votre ami، أنت بتسأل صديقك ce qu'elle fait pendant le week-end dernier، ماذا يفعل في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. ال دي هو بيقول جي باسي لا جورني على كامباني، أول واحدة. خلي بالك هنا إن السؤال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، يبقى لابد آخد زمن ماضي مركب، ودي عطلة، يبقى هقول جي باسي لا جورني على كامباني، على كامباني، أنا بقضي العطلة أو اليوم في الريف. سؤال قواعد بقى، أول جملة رقم 24 vous allez vous faire، وبعدين دولار بيتونك، طبعا كلمة بيتونك الكرة الحديدية، ودي كلمة مؤنث طبعا. في رقم 25 qu'est-ce que tu bois، ماذا تشرب. je ne bois rien، أنا لا أشرب شيئا. طبعا كاسك، اما الاقي كلمه كاسك فانا بنفيها بنوريا، فهاخد رقم بي طبعا قدامنا واضحه عندنا. بعدها 26 مباشره ايار، كلمه ايار يعني امس، يبقى انا على طول مع كلمه امس هجيب ماضي مركب. مم اكيب، مون كيب، فريقي، اغانيي، اخد رقم سي طبعا، هي الوحيده اللي عندي ماضي، يبقى اغانيي كسب المباراه النهائيه للدوري. في 27 اون تي دونيير، في الصيف الماضي، برضو دي كلمه بتدل على الماضي. جولي اي، جولي دي كلمه مؤنث اسم بنت، فهاخد تبعيه طبعا مع فيرب اتر زي ما احنا عارفين في الماضي المركب، يبقى هاخد اول واحده الي. في رقم 28 جون فيت، يعني جون بيحتفل بسون انيفرسير، بعيد ميلاده. جو في لوي انفوايير دو فلير، انا سوف ارسل له زهور. طبعا هنا الغائب في الجمله دي او مكان النقط هحط جون، جمع انفوايير بياخد حرف جر طبعا يرسل الى، فهاخد لوي. سي 29 سي لا راكيت دو مونا، ده مضرب مونا، يبقى لا راكيت اي ال، اي دا ال يعني لها بتاعها، ده طبعا ضمير من ضمائر التوكيد. ف
بيجي دايما بعد اتر ضمير توكيد، احنا عارفين كويس عايد على مين، على منى، فاخد المؤنث. دون زينير في خلال ساعة، طبعا كلمة دون زائد زمن تدل على المستقبل، المستقبل احنا عارفين الي زائد مصدر فعل، يبقى هاخد الجملة اللي فيها الي، يبقى هاخد اول واحدة va partir اول واحدة. رقم 31 تي سور توجور افيك تي كوبان، انت بتخرج دايما مع اصدقائك. كلمة توجور عندنا اهي بس ما نخدعش فيها بقى، ده هو بيقول لي نو جي ني سور افيك، انا بخرجش مع بيرسون. هاخد رقم سي، سارة اي غروس، هاخد كلمة موا اللي هي رقم بي عشان جه بعدها صفة، يبقى سارة بتكون أقل ضخامة من أختها غروس، يبقى أخد موا لأن لما تيجي صفة أخد الحاجة اللي ما فيهاش دو، وطبعا موانكو الأخرانية دي ما بتجيش، ما يجيش اتنين كو في الجملة عندنا. في رقم 33 جي تي كونساي دو مونجي، يعني انا بنصحك ان تاكل السي، عارفين ان السي ده ظرف من ظروف الكميه، وظروف الكميه كلها بيجي بعدها دو او دو ابوستروف، فانا هاخد دو الاولانيه، يعني بنصحك ان تاكل فاكهه طازجه كافيه. الصفحه اللي بعدها هي قدامنا رقم 34، دي اخر جملة في الامتحان عندنا. جاليا ام لبغدوي، انا عارف ان كلمة بغدوي جمع مذكر، فهاخد سيرجيلي المجمدة اللي هي اول واحدة طبعا عندنا عشان بغدوي جمع مذكر. في الايميل طبعا ما تنسوش كرر اكتر من مرة، لو دي بقى جملة كاملة خد من السؤال بتاعها وجاوب الاول، يعني حول التي الى جي يبقى جي ام مون جي، حط الحاجة اللي انا بسأل عنها، كاسك بتسأل عن مفعول، يبقى انا بفضل اكل مثلا دو فيف مثلا فول دو لا كونفيتير مربى الى اخره، او بيتي دي جينا اكيلر، في اي ساعة تي برون سيريبا، تتناول هذه الوجبة، برضو حول التي الى جي، خد فيرب برون زي ما هو، يبقى جي برون سي ريبا، حط بدل اكولر أداة الاستفهام، حط بدلها زمن مناسب ومحدد، اويتير مثلا الساعة 8، اسيتير الساعة 7 الى اخره. ايلو ديسير سي كوا، وبالنسبة للحلو انت بتاكل ايه بقى، تقول جي برون وتاخد مثلا عندنا دي جاتو مثلا، كلمة اي حاجة حلوة بالنسبة لك ممكن تحطها وتكمل الجملة بتاعتك وتكتب جملتك، لأن سيكوا طبعا بتسأل عن إيه، عن مفعول برضو مباشر. الموضوع الأولاني بتكتب إيميل لصديقك الفرنسي عشان تدعو لقضاء يوم عندك في الريف، تكلم على أنشطة اللي هتعملوها سويا، طبعا الفيرم والمزرعة، وده من أهم المواضيع اللي بتكرر كتير أوي. الموضوع الاخير اجوردوي فو نالي با ليكول، انت مش رايح المدرسه بسبب مرضك، طبعا الموضوع ده يمكن مش هتناوله قوي لانه على الوحده الرابعه اكتر شويه، فنحاول نكتب فيه بس نلتزم بالموضوع الاولاني هو افضل واحسن، ونحاول نحفظه لان الموضوع ده بتكرر كتير قوي في الامتحانات عندنا، ومن اهم الموضوع عندنا في المدرسه. مرسي بور فو، اوروفار.